ومن اهداف كمان الناس عشان برضو تعرف الايزو دي من اهدافها ايه، ليه النادي الاهلي اصر ان ياخد هذه الشهاده العالميه؟ عشان حضرتك تكون عارف طبعا، ومجلس اداره النادي الاهلي بصراحه كان بيشتغل في كل الملفات. لو بنتكلم على مستوى الملف الانشائي واديه التطور في الانشاءات من خلال 4 فروع في النادي الاهلي، بنتكلم على ملف كره القدم الحمد لله ماشيين فيه بشكل اكتر من رائع. كمان على المستوى الاداري، والكابتن محمود الخطيب كان دايما بنقول احنا بنشتغل كمان على مستوى الكوادر، على مستوى الاداره. شهاده الايزو دي كمان يا استاذ محمد، دي الشركات العالميه بتحرص انها تاخد هذه الشهاده ليه؟ لان كمان بتبقى ابجريد ليهم، انت بتشتغل على شكل مؤسسي بشكل كبير جدا، وده دليل ان النادي الاهلي بياخد شكل مؤسسي احترافي على المستوى الدولي مش المحلي. كمان الجزء المهم ان بتنمي قدراتك التجاريه، وده اللي برضه الناس ما تعرفوش، هي مش مجرد شهاده كده، لكن معظم يعني في كان احصائيه عملتها احدى الشركات ان كل الشركات العالميه المؤسسات الاداريه الحاصله على شهاده الايزو هي الاعلى في مستوى الدخل والاقتصاد، بتجني ارباح اكتر، بتحقق اقتصادات اكتر، بتحطك في منطقه تانية مختلفه، بتخليك مع الكبار، بتخليك صحيح. لانك انت عندك اداره وعندك نظام واضح ومحدد، فبتعطي ثقه للناس سواء الاقتصاديين او المستثمرين او اي جهه بتتعامل معاك، بتكون ثقتك كبيره جدا، او الرعاه او الدعايه والاعلان اللي بيقدمه النادي الاهلي او علامه الاهلي التجاريه، كل ده يعني بترجمه هذه الشهاده، يعني دي بتقول ان ده في منطقه تانية مختلفه خالص عن اي نادي اخر موجود. صحيح صحيح. وكمان بتدي ادفايز، وبتدي كمان بعض الوصفات من ناحيه الاداره، يعني بتدي كمان فيجن للمستقبل من خلال ان انت في الفترات اللي جايه، مثلا جائحه كورونا جائحه ظهرت فجاه، المؤسسات اللي عندها هذه الشهاده كمان بيكون عندها لونج فيجن، ان هو في التحديات القادمه ممكن يشتغلوا ازاي على الجزء الاداري. تمام. والنادي الاهلي نجاح اكتر من رائع، انه كمان خلال جائحه كورونا، ان زي ما اتكلمنا ازاي يتعامل طبعا، ازاي يتعامل معاها بشكل احترافي كبير جدا يعني. طبعا.